في خدمتي تعلمت ما فماش جريمة كاملة، لازم ثم دليل. تفاصيل صغيرة نجم تحل لغز كبير. المخبي عند الناس ظاهر، باين عندنا احنا. وهنديس صغير يكشف الحقيقة ويبدل مجرى الأبحاث. تتلم الأركان الكل ونعرفوا شكون القاتل. شكون القاتل؟ شكون القاتل؟ وي الو. صباح الخير يا صبري. اهلا مجيد، صباح الخير. صباح. صباح اش فم؟ تسمعني تيو طالبينك الصباح جريمة قتل. متى صارت هاد؟ اليوم الصباح. واضح حي. صيف ساعة ونجيكم الغادي. ما تقوليش حتى نهار لحد تخدم. هيك تشوف هو عصباح ورباح مصبح على روح مقتول. ولدك اللي مصباح فرحان وفيق بكري ويستنى فيك باش تخرجوا، شنو عملنا فيه؟ ايش عندي باش نعمل؟ يلا غالبة المرة الجاية لحد الجاي نعوضها لكم. كل مرة اقعد تقول لنا هكا المرة الجاية يا اخي عائلتك ما عندهاش فيك الحق. انت نقصتش عليا توا من الدوا نتاعك الصباح، ما خلك حد عرس بانسبكتور. وي يا مجيد وي. تي يا خرجت يا صبري، تي انا الكل على عين المكان. هاني قلت لك نصيف ساعة عاد، هاني جاي. رجل الأعمال معروف، تقريبا عنده 4 سوايع ملي تقتل، ينجم يكون الدافع القتلان وبونتوات. قضية راي عام يا صبري يا أخوي، الجماعة الفوق قال لك لازم الحكاية تتسكر في أقرب وقت. لا يختاري من الجماعة للفوق، قال لهم يجيو هما يباشروا الحكاية وحدهم. شكون اللي بلغ على الجريمة؟ مرته تايكك اللي لابسة لونات نظر. يعيشوا وحدهم في الدار؟ لا معاهم زوز خدامة وفرملية، وعلى حسب أقوالهم قال لك المرأة ورجلها مش متفاهمين. صباح هاي لمهم الكل وخذ أقوالهم، خليني نمشي نحكي مع مرته. الانسبكتور صبري الناصري، البركة فيك مدام. يعيشك، الله لا يوريك غيار. نعرف اللي الظرف ماهوش مواتي، عندكش فيش كنت شك مدام؟ اللي دارين بيه الكل شك فيهم، أما مطالبة حتى شيء غير حق راجلي يظهر في أقرب وقت. ما لا عاوننا وجاوبنا يا مدام تنلقاو حق راجلك، أنا عاذر الحالة اللي انتي فيها. تفضل، شنو نجم نعاونكم؟ الجماعة اللي يخدموا عندكم في الدار قال انتم عندكم مشاكل، تنجم تحكي لي عليهم؟ عادي كيما هي مرأة ورجلها، أما استنى ساعة نطلعش هني متهومة. مدام جاوب على قد السؤال يهديك، لاحظت شي حاجة على اللي قاعدين يخدموا معاكم في الدار؟ ما لاحظت عليهم شيء، عندهم سنين يخدموا معانا، تي محسوبة أولاد الدار وعمرنا مالينا منهم عيب. تي مالا هكا بكري شوية تقولي لي انتي شاكة باللي دارين بيكم الكل. باهي مدام، اشكون أقرب شخص تتصوره وينجم يجي للدار ويقتل راجلك في داره؟ لو جيت نعرف راني ما استنيتكمش، حق راجلي ناخذه بيدي. معناها احنا زايد جايين لهنا نمشي ونروح هو. اعرف تخرج من فمك واحترم الواقفة قدامك. ايوا انت زاده يا مدام، اعرف شكون اللي قاعد واقف قدامك. نظن مازلت ما تعرفش شكون صبري الناصري. لما املي هذا من الكل لي. يا صبري اخويا، هذوما اللي كانوا موجودين في الدار الكل. تيجي منا تيجي اقف من هنا اقف غادي. هيجا بني انتيجي. هذا يا سيدي سامية المربية متاع الصغار، عمرها 28 سنة، جامعية ونقية السوابق ومعروفة بدماثة الأخلاق وكالرويق. هذا حسب الشهادة متاع اللي موجودين لهنا. وين كنت وقت الحادث؟ يتكلم قال لك وين كنت ما سمعتوش. وصلت صغار للكلاب ومع 9:30 رجعت للدار. وعليه رجعت؟ فكرت اللي عندي ورقة الضوء ما خلصتهاش، قلت هما لطان في الكلاب يعني نمشي نخلص ورقة الضوء. باهي هذاك شكون؟ هذا اسمه النوري، طباخ كان ملازم المرحوم تي حتى قبل ما يتزوج، ويعتبر بمثابة خوه، تربى معاه بعد اللي ابوه كان طباخ العائلة من قبل. يا سي نوري جاني لني، وين كنت وقت الحادث؟ كنت في الكوجينة نحضر في فطور نصف النهار، المرحوم كان قاعد في الصالة، مشيت له وعطيته قهوة، قال لي يا نوري تعمل مزية يعني خارج للشردة شاي مرقة كنارية للفطور. بعد سمعت للتصيح. باهي ارتاحي. وهذه شكون؟
هذه أماني فرملية، أما حسب الشهود وصلت بعد الجريمة بنص ساعة، وزيد عندها ما يثبت اللي هي كانت قاعد في السبيطار. هاي للا ما غير ما تبدأ ترعش وتعملهم هذوك من الكل. في العادة وقتاش مستنسة تجي لهنا؟ هذيك هو الوقت متاعي، كل ليلة سبت نخدم قارد في الارجانس، الصباح نكمل نجيب شنقيس السكر للمرحوم ويخزو ريقته. ثبتوا على الوقت متاعها متاع الخروج هذه؟ اي اي بشينا للسبيطار وثبتنا بالحق البوانتاج متاعها في وقته. ما جيت توافي حكاية جايبين عليها على الصباح تيهو ظاهر شكون اللي قتل. إذا عرفت شكون القاتل في حلقة اليوم أبعث الإجابة متاعك بالواتساب على 98-613-300 والإعلان على الفائز الخمسة متاع العشية في برنامج الخيرات السبعة. في خدمتي تعلمت ما فماش جريمة كاملة، لازم ثم دليل، تفاصيل صغيرة نجم تحل لغز كبير. المخبي عند الناس ظاهر باين عندنا احنا، وهنديس صغير يكشف الحقيقة ويبدل مجرى الابحاث. تتلم الاركان الكل ونعرفوا شكون القاتل. إذا عرفت شكون القاتل أبعث الإجابة متاعك بالواتساب على 98-613-300 والإعلان على الفائز الخمسة متاع العشية في برنامج الخيرات السبعة.